أصدقائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني أحد الزملاء المتابعين للقناة كيف نفحص الـ EVR Electric Vortical Grater. طبعاً الـ EVR في معه Input وفي معه Output على حسب المواصفات المصنعة عليه. الـ Input الذي هو Single Phase من 90 فولت إلى 250 فولت، هذا الذي هو SX460. في معانا واحد اخر، هذا الثاني بثلاثة فاز نيترال، تقوم بادخال الانبوت 220 فولت وتقيس الخروج 109. هو الاكسيتور بيحتقن ب 90 فولت الى 110 فولت على حسب نوع الاكسيتور. البعض 7 امبير، البعض بيحتقن يعني ب 8 امبير، البعض 16 امبير. هذا تلاحظون كذا تفحص دخول وفي معك خروج، معك 6 و7 و8. تدخل الانبوت وتقيس الاوتبوت، تحمله لمبه او تحمله اي الاكسيتور، تمام. اذا تعطل المقاومه المتغيره هذه اللي بنتحكم بتنقص الفولتيه او تزيدها، مستحيل انه يشتغل معك. احد المقاومات الموجوده داخل الاي في ار. نفحص واحد اخر، في معانا دخول وفي معانا خروج، ما تلاحظون هنا الدخول 220 كما تلاحظون، ولع الاوتبوت شغال، الانبوت هنا مش شغال، الاوتبوت ما فيش ولا فولت ولا اي حاجه، هو دي سي، الخروج دي سي ولا في اي، يعني في مع الدخول اللمبه ولعت، هذا 440 لكن الخروج ما فيش. فكيف تعمل حمايه للاي في ار؟ نعمل له حمايه الذي هو الفيرستور، قطعتين بنوصلهم على التوالي مع الموجب على التوازي كما تلاحظون، دخول وخروج الذي هي 250 اكس قيمتها. كل الاي في ارات موجوده في هذه القطعه في الجهاز، بس اذا تعطلت فوق الاي في ار تعطل معها المقاومه المتغيره فيتعطل معك الاي في ار. بعض الاي في ارات تفحصهم ب 3 فيز، يعني تدخل الاوتبوت الانبوت الفاز الاول والثاني والثالث وتقيس الاوتبوت وتشوف كيف. هذا ممكن انك تحمله بلمبه الذي هي 100 واط بتشتغل، اللمبه الاي دي الذي هي 220 فولت بتشتغل من 100 فولت الى 220. هكذا بتقوم بفحص الاي في ار الكتريك فولتج ريجريتور. وشكرا لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.